تقديرا معانا استاذ دكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائيه والري السابق. معالي الوزير، مرحبا بيك معانا في نبض الشارع. مرحبا بيك، اهلا وسهلا. معالي الوزير، من حضرتك من كنت اكثر من الشخصيات اللي مهتمه بملف ازمه المياه سواء الخارجيه او الداخليه، ولكن خلينا في الداخليه الاول ونبداها في اول نقطه فيها مثلا وهي تلوث المياه. هو الحقيقه الاول ان مصر دلوقتي بقت تعيش فتره ندره مائيه. الندره المائيه دي بتقاس بعده معايير عالميه، يعني اهمها اللي هو المياه المتاحة للفرد الواحد من المجتمع، وحددوا خط الفقر المائي ان هذه المياه المتاحة لما تقل عن 1000 متر مكعب يبقى في مشاكل مائية جامدة. مشاكل مائية يعني ايه؟ يعني المية لا تكفي للأراضي المختلفة من صناعة وزراعة واستخدام سكان. اول ما عملنا السد العالي في اوائل الستينات كنا وصلنا نصيب الفرد حوالي 2500 متر مكعب. النهاردة نصيب الفرد حوالي 625 متر مكعب، اقل بكثير من حد الفقر المائي. ده انعكس في مشاكل داخليه عديده. اول مشكله اللي هي الفجوه الغذائيه، وصلت حوالي 7 مليار دولار او ما يعادل اكثر من 40 مليار جنيه مصري الفرق ما بين ما ننتجه من الغذاء وما نستهلكه من الغذاء. تمام. تاني حاجه، الرقعه الزراعيه زادت من 5.8 مليون فدان في الستينات الى حوالي 8.5 أو 9 مليون فدان حاليا. فنفس الشبكات الري الرئيسية موجودة، أصبح المزارعين على نهايات الترع بيروا مياه مصارف ومياه مخلوطة بالصرف الصحي، مما يؤثر على صحتهم هم كمستخدمين لهذه المياه الغير منقاة، بالإضافة إلى تأثيرهم على الصحة العامة لإنتاج خضروات ومحاصيل معرضة للتلوث. الحقيقة برضو حصل في تلوث في البحيرات الشمالية نتيجة إعادة استخدام المياه عدة مرات. احنا النهاردة استخداماتنا من المياه وصل حوالي 78 مليار متر مكعب. نصيبنا من المياه من نهر النيل حسب اتفاقية 59 مع السودان حوالي 55.5 مليار متر مكعب، الفرق حوالي 23 مليار، كمية هائلة، يعني ما يعادل حوالي 35% من الحصة. فالكلام ده بنغطيه عن طريق يعني او بنغطيه او الدولة بتغطيه عن طريق إعادة استخدام المية مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان نقدر نقضي الاحتياجات السكانية. انما للأسف الشديد برضو نتيجة الزيادة السكانية الهائلة ونتيجة المخالفات ونتيجة صرف مياه الصرف الصحي مباشرة الى بعض المصارف الزراعية، اصبحت هذه المياه فيها جزء من التلوث المضر بالصحة العامة عموما يعني. فاصبح خلطها الحقيقة يمثل برضو خطر على الصحة العامة، وفي نفس الوقت بيزود درجة التلوث. تم إغلاق العديد من محطات الخلط ديت عشان تجنب تلوث المية، وخاصة في الترع اللي بيبقى فيها شرب مياه شرب أو مياه صناعة. فخسرنا الحقيقة حوالي أكتر من 2 مليار متر مكعب مية من هذه المياه نتيجة عدم القدرة على استخدامها لتلوثها يعني. معالي الوزير، يمكن حضرتك اشتغلت بجدية على هذا الملف، الحلول المقترحة لحضرتك كانت إيه؟ في حلول فنية لحل مشاكل نهاية الترع بالذات، ودي بتمس عدد كبير جدا من المزارعين. طرحنا عن حاجة اسمها ماستر بلان أو خطة قومية على مستوى كل محافظة من المحافظات اللي تعاني لوضع حلول لهذه المشاكل عن طريق إعادة تأهيل مجاري المائية، عن طريق إعادة تأهيل الترمبات، عن طريق اكتشاف موارد مائية جديدة أو استغلال موارد مائية زي مثلا المياه الجوفية في بعض المحافظات، التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الغير ضارة بصحة الإنسان. والحقيقة يعني كنا طرحنا الكلام ده لثلاث محافظات، وأعتقد أن الدراسات ابتدت تبقى متوفرة للوزارة، بس الكلام ده برضو كنا حاطين له ميزانية، كنا متفقين مع الحكومة السابقة أن يتم وضع ميزانية تصل إلى 50 مليار لإعادة تأهيل الشبكة بالذات في منطقة الدلتا وفي الفيوم وفي بني سويف. إنما في شبكة مياه الشرب وشبكة مياه الصناعة وشبكة الصرف اللي هي المجاري يعني، دي طبعا مواسير وليها عمر افتراضي وبينتهي وبيحصل بعد كده تسرب والخدمة بتوصلش بالدرجة الكافية وبيحصل فيها تلوث. فدي بالفعل محتاجة إحلال، خطة زمنية للإحلال والتجديد بصفة مستمرة في المدن يعني. مع الوزير، من حاجة قلت في كلامك أن الشبكات لها عمر افتراضي، ولكن أعتقد أن حاجة هي ثابت وقت طويل قوي عن عمرها الافتراضي. كان حلول حاجة لتغييرها إيه؟ المشكلة عندنا الحقيقة في مش في مصر بس، في معظم الدول ما لم ماشي خلاص إن بالضبط كده. وبعدين الحقيقة الجزء الخاص بالصيانة والإحلال ضعيف جدا يعني، أهم حاجة الاستثمار فتوصل الخدمة بتاخد بيها شعبية وبتنجح بيها في الانتخابات،
وبعد كده الصيانة ما حدش بيحس بيها. أول مرة يزيد بند الصيانة في الوزارة 800 مليون جنيه كان سنة 2010. تمام. عشان نقدر يعني نحسن الصيانة، وخاصة المصارف الزراعية كانت وصلت لحالة من السوء. ده الحقيقة الناحية الفنية. تمام. في ناحية توعوية بقى، يعني لازم المواطن يقوم بدوره، وعشان المواطن يقوم بدوره لازم يفهم. تمام. وعشان يفهم لازم احنا نخضه. ففي جزء ان المسؤولين لازم ينزلوا للمواطنين ويكلمون كويس قوي. وانا كنت الحقيقه لما كنت في الوزاره زرت جميع المحافظات وعملت مؤتمرات شعبيه، وفي محافظات زرتها 3-4 مرات اللي فيها مشاكل يعني، وما فهمتش المشاكل صح الا لما قابلت الناس. فالتوعيه ده مهم جدا. ثالث حاجه المنظومه التشريعيه. المستثمر لازم يدفع ثمن البنيه الاساسيه بتاعه مشروعه، لان انا المفروض كدوله انا بدعم المزارع البسيط اللي عنده فدان اللي عنده فدانين، بوصل الميه للمواطن البسيط لبيته. ولكن لما يجي مستثمر عايز يزرع 10,000 فدان، هو اللي يدفع ثمن تكليف البنيه الاساسيه بالكامل. وكان في بقى قانون جديد الحقيقه بيعالج منظومه المياه الجوفيه. دي نقطه مهمه كنت اتكلم حاجه فيها فعلا. فيش قوانين لمنظومه المياه الجوفيه في مصر الا بعض البنود البسيطه جدا في قانون 12 لسنه 84 اللي هو قانون الري والصرف. فالحقيقة لقينا ان اولا المياه الجوفية هي جزء كبير جدا من منظومة المائية اللي هنعتمد عليها مستقبلا، فممكن توسع فيها بس لازم تحافظ عليها. ده الحكومة بتاخدش مليم على المية دي. ليه الحكومة ما تستفدش من ده؟ مفيش قانون برضو يعني. انا دلوقتي النهاردة صاحب شركة اقولك انا عايز احفر بير، تدفع رسوم البير، بتحفر البير، بتطلع المية، بتبيعها، المنتج اللي بيجي كله للشركة. يعني فري كوست يعني زي ما بقول، رغم انها ثروة زي البترول طبعا. ده بيع الازازه مع ندره المياه دي هتبقى وكل ماده ده سعرها بيزيد، ده بقى فيها سوق سودا كمان. ده يعني الاسعار في مصر دلوقتي تنافس الاسعار الاوروبيه في المياه المعبئه يعني. ولغايه دلوقتي برضو الدوله ما تاخدش نصيبها، وهو ده المفروض ان يكون عند اي مسؤول. ده انا بساعد المواطن ان انا احافظ على ثرواته عشان حفيده وعشان ابن حفيده وعشان ابن حفيده، زي ما اجدادنا سابوا لنا الثروات المائيه ديت احنا بنحاول نحافظ عليها. الميه اهم حاجه، وللاسف الشديد لازم الناس تعرف ان 97% من الميه جايه من خارج الحدود. 97%؟ الميه كلها تقريبا خارجه من خارج الحدود باستثناء مياه جوفيه غير متجدده وامطار بقى في الصحراء الغربيه. امطار 20 ملي في السنه متوسط يعني، و20 ملي ده شيء يعني. انا بتكسف حتى لما بنتكلم في المؤتمرات مقارنه مثلا بالكونغو 2200 ملي، احنا 20 ملي في السنه، فالمطر لا يحسب الحقيقه خالص يعني. هو الحقيقه انا بعظم الناس، لان النهارده عشان تقدر تحاكم الناس وتقدر تسال الناس وتقدر تقول له انت مسؤول لازم يعرف المشكله بالظبط. ما هو الحكومه عباره عن ايه؟ عباره عن خدم للناس. المياه النظيفه ده حق كل مواطن على الدوله، وده حق اساسي واول الحقوق قبل الغذاء وقبل الكساء. مع الوزير يمكن احنا لخصنا المشكلة الداخلية متمثلة طبعا في الوعي لدى الجمهور وتغيير الشبكات واحلال وتبديل شبكات الري. نروح للمشكلة الخارجية وهي منابع النيل. هو الحقيقة صراع ما بين ايه؟ دول عايزة حصة ودول بتاخد تدفق النهر بالكامل. فأي حصة هتكون على حساب تدفق النهر، يعني معناها على حساب حصتي مصر والسودان. طب ايه الحل؟ الحل اما مصر والسودان قادرين ان هم يتنازلوا عن جزء من حصتهم، وده بالنسبه لمصر استحاله، ده احنا المياه بتاعتنا فيها عجز 35%، ده احنا عايزين حصه زياده او نزود اراضي النهر. ولكن هناك امل لو احنا الحقيقه قدرنا نوصل لصيغه من التعاون والتوائم مع دول حوض النيل ان احنا نزود اراضي النهر لصالح جميع دوله بما فيها مصر. من الممكن توفير 20-30 مليار زياده في اراضي النهر لو الدول تعاونت واستقطبت الفواقد. في الحاله ديت كل دول المنابع تقدر تاخد المياه اللي هي عايزاها، وقد كمان تتبقى مياه لمصر والسودان للتوسع في الاستخدامات للمستقبل. المشاكل اللي احنا بنعيشها ده نتيجة حاجتين، حاجة بتقصير شعبي نتيجة عدم الوعي فهم السبب الرئيسي في التلوث، وحاجة لتقصير حكومي لعدم القيام بالاستثمارات الكافية والصيانة وإعادة التأهيل اللازمين للمحافظة على الشبكة المائية. فأنا الحقيقة بوجه كلمتي للمواطنين وللحكومة، المنظومة المائية لو حصل فيها قصور هيمس حياة في مصر أهم بكتير قوي من أنبوبة البوتاجاز، أهم بكتير قوي من أتوبيس النقل العام، أهم بكتير قوي حتى من الصحة، لأن دي الحياة. مع الوزير بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، استمتعت جدا بآراء حضرتك، ويمكن أعتقد كل جمهور نبض الشارع استفاد بخبرات حضرتك.
شكرا.